nasty or nice. مدرسة من ثانوية سان بيدرو في السجن بسبب الجنس مع طالب. تعرضت المدرسة ميشا رياف بالغة 28 عاما للسجن الشهر الماضي، والسبب أصبح معروفا. لماذا قد ترغب بعض السيدات بنكح الفتيان غير الناضجين جسديا ولا عقليا؟ هل شرح لنا أحدكم الأسباب؟ تعمل من شركة مدرسة علم أحياء مؤقتة في ثانوية سان بيدرو، حيث تعرفت على الفتى البالغ 15 عاما والذي كان السبب في المأزق الذي وقعت به تلك السيدة. لقد قامت بإعطاء درس خصوصي للفتى خلال العام الدراسي القائم، وفي آب الماضي اعترف الفتى للشرطة أنه تعرض للاستغلال الجنسي عدة مرات من قبل المدرسة ميشيل. عدة مرات؟ ولماذا تأخرت عن إخبار السلطات يا أزعر؟ أين كانت المعلمات مثل ميشيل عندما كنا في المدارس؟ وللعلم فإن الجنس مع قاصر تهمة كبيرة، وتقول المباحث أن المدرسة تورطت بعلاقة الجنسية مع أكثر من قاصر. تم اعتقال ميشيل في 17 من آب، وتم الإفراج عنها في اليوم التالي بكفالة بلغت 100 ألف دولار.